يا من عيد السعيد، عيد أضحى مبارك على كل المتابعين أينما كانوا أينما تواجدوا. مع البداية التشكيل، والتشكيل اليوم يكون من جانب فريق الرجاء الرياضي الذي يدخل بالأسماء الرسمية الآتية. الرجاء الذي يعتمد على ناس زنيتي رقم واحد، بقى للحكام الفار فبلوط محمد وأيضا السحمودي جواد. تشكيلة الزمامرة الذي يدخل هذه المباراة بكل من رقم 22 ياسين الحواصلي، رقم 2 محمد دويك، رقم 6 عبد الرحيم أو إبراهيم النقاش، رقم 11 زوير الوصلي، 16 حمزة المدني، رقم 17 ياسين البحيري، 19 في مردود. نتمنى أن يرقى لحضراتكم مشاهدينا. إذن في هذه اللحظات تعطى انطلاق تفاصيل هذه المواجهة وهذا اللقاء بين الناديين، بين الطرفين نقطة صراع يعني يمكن نقول بأنه حماسي ويكتسي طبعا الخطورة على المستوى السفلي. باب فرصة دخول داخل منطقة الجزاء، تصويبة أولى المحاولات أولى الكرات من زوير من الوصلي من انطلاقة الأمامية ومن الهجمة اللي كان بإمكانها أن تقدم الجديد. زوير الوصلي تمكن من الاستفادة من هذه العملية الهجومية التي لعبت بالشكل الصحيح من محمد الدويك. الرجو محاولة من مذكور داخل منطقة الجزاء راسية وإبعاد الخطورة مباشرة إلى التماسك. وان يقوم بدور خط الوسط الموزع اللي حاول ما يمكن يقوم بإمداد العمليات والكرات. وماذا يقول الحكم؟ ضربة جزاء يعلن عنها رضوان شيد في هذه اللحظات في الدقيقة 11 من انطلاقة المباراة. المستجد هنا بمدينة الدار البيضاء، ضربة جزاء لعناصر فريق نهضة الزمامرة من خلال التدخل الماضي ومن خلال الدخول لاعب مكير اعتقد البحيري، لانه هو اللاعب اللي عنده امكانيات سريعة. لم يقول ليست هنالك ضربة جزاء، وأن التدخل الأخير كان تدخل في إطار المشروع وأدى حتى العملية هنا على مستوى التسلل. نشوف هنا جملة من زكريا الهبطي، كرة ممتازة على المستوى الخط الأمامي باتجاه مذكور يدخل داخل منطقة الجزاء. مذكور لعبت بشكل صحيح يا مذكور، لكن نسى نفسه ويسير بكرة داخل منطقة الجزاء فريق نهضة تزميز كبير. كرة في الخط الأمامي بين مالونغو، تصويبة ممتازة، كرة مميزة كان بإمكانها أن تحمل الجديد مباشرة للزاوية. بن مالونغو كان بتصويبة مميزة، هذه يمكن اعتبارها الأخطر من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي. شوفوا الطريقة، نشوفوا الأسلوب اللي جات من خلال الكرة. معترك فريق نهضة الزمامرة، ولا تزال المحاولة مستمرة من خلال زكريا الوردي. كرة ملعوبة لرضواني، يلعب أمامية في اتجاه الوصلي، ولكن جوج لاعبين ضد واحد. عملية ديال إبعاد الخطوط لمالونغو، يرفع كرة ممتازة الإنزال داخل منطقة الجزاء، تمرير ولكن يعني مستوى صناعة اللعب ورفع الكرات وتمرير الكرات. كرة مميزة راسية من بين من مالونغو، كانت مهيئة على طبق من ذهب، مهيئة بشكل ممتاز، وكأني بالدفاع متباطئ تماما أمام الوقوف أمام الارتيق. كرة ممتازة في الأخذ والرد للبكري، يلعب تمرير جانبية، كرة ممتازة إلى خارج رقعة البيدان إلى حافظ يلعب كورتو في الخط الأمامي. ممتازة والحارس في الأول الأولى لم يتمكن. لقطة كان بإمكانها تحمل الجديد أمام سفيان الرحيمي الذي يبحث عن نصف فرصة ليتمكن من استغلالها بشكل مطلوب. طريقة مميزة جدا على مستوى صناعة الألعاب. شوف الخطأ، شوف الغلطة اللي كان بإمكانها أن تكون بورطة، شوف الخطأ اللي كان بإمكانه أن يكون مكلفا. وسفيان الرحيمي لوحده داخل منطقة الجزاء كان بإمكانه. محمد حمدان، نعم نشوف عملية هجومية، كرة من جديد درء لأي مشكل بإمكانه أن يحصل على مستوى الخط الدفاع. كرة ماذا يقول الحكم؟ البكاري بين مالونغو، تمريرة ممتازة داخل منطقة الجزاء ضايعة، تعود مرة أخرى جزاء حافظي يرفع كرة ممتازة مباشرة لضربة مرمى بعد اللامسة سفيان رحيمي واللي كان أقرب من وضع الكرة في المرمى. نعم عملية هجومية منسقة للرجاء، الرجاء كلما امتلك الكرة إلا ويكون الأقرب لبلورتها بشكل جيد خاصة داخل منطقة الجزاء. عنده ترسانة، عنده لاعبين، عنده تفاهم وانسجام، هذا واضح. فريق نهضة الزمامرة كرة جانية من عبد الإمام مذكور، يحاول ينزل كورتو في آخر مطاف، خطأ يقول الحكم، الخطأ والمخالفة لعناصر الرجاء من الجهة اليسرى لعناصر فريق نهضة الزمامرة والحارس عبد الرحمن الحواصلي.
خطر الحافلي يلعب كرة ممتازة راسية لقطة كان بإمكان أن تكون هدفا، لقطة كان بإمكان أن تكون في المرمى من خلال هذه العملية لعبد الله فرح اللي كان بإمكانه أن يفرح عناصر فريق الرجاء الرياضي ومناصري. لقطة مهمة نشوف الطريقة قام هذا روى في هذه اللحظات تأتي صافرة انطلاقة الشوط الثاني. قلت تغييران اثنان اضطراريان، كرة داخل منطقة الجزاء تمريرة ممتازة ولكن اليمنى عوض الجهة اليسرى على جواد غبرة يستلم الكرة يحاول يمر وراي مرفوع من الحكم مساعد ويعلن أن هنالك خطأ هنالك تدخل بطاقة صفراء لناصر فريق نهضة التسمامرة. كرة ممتازة داخل منطقة الجزاء بالبياض لحد الساعة. كرة البحيري ممتازة، البحيري رائع، البحيري تمريرة ممتازة على مسوخة الأمامين هدودي في المكان المناسب من جانب الرجاء في الحاح. كرة رجوية ممتازة لسفيان الرحيمي، تصويبة ممتازة ولكن مباشرة من للجهة اليمنى والكرة رجوية وتحضير في لبين مالونغو وتغيب الفعالية اليوم النجوم لا تضيء بالشكل المطلوب. كرة ملعوبة أمامية لصف المغادرين وبالتالي يفسح الهجوم الآن. تمريره ممتازه بين مالونغو حاول رفع الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه مواتيه وفي اخر المطاف مباشره صعوبه التماس ياتي في هذه اللحظات. اسماعيل العلوي كانه يطلب من اللاعبين انهم يخرجوا من القوقعه الدفاعيه ويبحثوا عن حلول عن مستوى الخط الامامي. لاعب الدفاع الحسني الجديد، اذا نتحدث عن مباراه صعبه لفريق يوسف برشيد امام فريق الدفاع الحسني الجديد. ضربه خطا والكره تاتي في هذه اللحظات خلف الكره. عبد الله حافظي رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة ولكن أمامية تجاه جواد غبرة يحاول يمر ممتاز. جواد يقوم بالتمريرة داخل منطقة الجزاء، فرصة مواتية ومذكورة. عبد الله يبعد الخطورة أمام هذه العملية الهجومية وكان خلف مذكورة. عبد الله كان واصلي اللي كان بإمكانه في زاوية للأزرق للسمامرة يلعبها بشكل ممتاز لكن هنالك تغطية من جانب الدفاع للأزرق للسمامرة لجواد غبرة. تمريرة داخل منطقة الجزاء، الحكم ماذا يقول؟ ما كاينش يلعب. نعم كانوا يشوفوا في عناصر فريق نهضة القمل يعني في شوط في الوقت بدل الضائع وسجل امام فريق يوسف برشيد في الوقت بدل الضائع لكن اصيب وخرج اضطرارا. يعني هذا اللاعب كانوا يتفائلوا به بشكل كبير. عبد الصمد المباركي من العناصر اللي قامت بالإحماء على مستوى رقعة الميدان هنا في الملعب. هل يدخل هو الآخر ويكون دعامة من دعامات المعول عليه وهو العائد من الإصابة أم أنه لا يريد أن نهضة المامرة في وضعية صعبة رأسية ممتازة. جول سفيان رحيمي يضع الكرة في المرمى معلنا عن أولى الأهداف ومن كان يتوقع بهذا السيناريو وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. دخلت وكأنها بالعرض البطيء الكرة الماضية والعملية الماضية والكرة ثابتة يأتي منها هدف بطريقة مميزة. نعم كرة الراس يا ناس من سفيان رحيم في المرمى وبالتالي هذا الهدف وزنه مهم على مستوى المنافسة على مستوى المطاردة. خبر التالي، خمسة الغيابات للرجاء أمام النهضة البركانية. كتعرف المباراة واللي غيستقبل خلالها الرجاء الرياضي الضيف ديالو نهضة بركان واللي غتكون يوم غد الأحد 13 يونيو برسم مؤجلات جولة 19 من الدوري الاحترافي. خمسة الغيابات كاملة في صفوف الفريق الأخضر. بهذا كيفتقد الرجاء الرياضي خط لاعب وسط ديالو الكونغولي فابريس نغوما إضافة المواطن ديالو بين مالانغو في المباراة المقبلة أمام نهضة بركان وذلك بسبب التزامات ديالهم مع المنتخب بلادهم. وكينضاف الغيابات الرجاء كل من عمر بوطيب إضافة لعبد الجليل جبيرة بسبب الإصابة كيف ما كيغيب البوركينا بسميلة وتارا وذلك بسبب التزامات ديالو مع منتخب البلاد ديالو واللي كيساعد دول أخرى لتصفية المونديال. للتذكير فكرة لجنة التحكيم تبع الجميع الملكي المغربية وعينت الحاكم ذكي الرداد لقيادة مباراة الرجاء الرياضي ونهضة بركان وغيساعد كل من هشام خويا علي كحكم مساعد أول.
وفي الاخر ما تنسوش تشاركوا في القناه ديالنا وتفعلوا زر الجرس وتبارطاجوا الفيديو ديالنا مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم.